في البداية سعيد بكم اللقاء بمجموعة أبطال رياضي العراق اللي اشتغلوا وكانوا صبورين والعمل بكل جد للحصول على نتائج ترفع اسم العراق عاليا بغض النظر عن النتائج. المشاركة وحدها هي فوز لما يكون أكو مشاركة العراق في بطولة مثل بطولة طوكيو. بكل تأكيد نستقبلكم اليوم بكل فخر وبكل اعتزاز لأن مثلت العراق في أهم محفل دولي، والأهم من كل هذا أثبتوا إصراركم وقوة عزيمتكم أنه الإعاقة لا تعيق عملكم في بناء أو تقديم إنجاز لأنفسكم وللعراق. فأنا أحب أشكركم جزيل الشكر لكل ما قدمته للعراق، وأرجع أقول إحنا العراقيين يجب أن نتعلم من الدروس، وأنتم أحد هذه الدروس بظروفكم الخاصة بوجود كل التحديات تحديتوا هذه الإعاقة الموجودة وحولتوها إلى قصص نجاح وقصص أمل. اليوم في العراق بعد سنين طويلة من الحروب ومن الخراب ومن الفساد محتاجين أن ننتقل إلى معنى آخر في الحياة، ومعنى الحب للحياة، التمسك بالحياة، العمل بكل جد لخدمة ناسنا وخدمة أنفسنا. بكل تأكيد أرجع وأذكر العراقيين أنتم نموذج لتذليل العقبات، وإحنا قدامنا عقبات، عقبات سياسية واقتصادية وسياسية خطيرة جدا. نعمل بكل هدوء وتحملنا كل الافتراءات وتحملنا كل التحديات من أجلكم من أجل عيونكم. بكل تأكيد عندنا فرصة، يجب أن نعمل سوية على بناء العراق وتوفير ظروف للرياضيين زملائكم، ونطلب من وزارة الشباب أن تقوم بتوفير كل الدعم لكم، هذا ما نحتاجه حقيقة. أنا تكلمت ويا السيد وزير الشباب قبل اللقاء بكم، وهو رايح يدعم فريقنا اليوم في مباراة المهمة، إن شاء الله يجيبوا نتيجة الشباب طيبة حتى نرفع اسم العراق في مس الحاجة. نجحنا هذه الحكومة بإعادة سمعة العراق في العلاقات الدولية، علاقات مع دول الجوار، مع دول إقليمية. الهدف منعتها هي خدمة وضعنا الداخل في العراق. العراق يقدر إصراركم على رفع اسم العراق والمجيء بميداليات مهمة جدا، تاج وسام تحملوه على صدركم من أجل العراق. من هنا أوجه وزارة الشباب والرياضة تبذل أقصى جهدها بالاهتمام بهذه الشريحة. مرة ثانية أشكركم جزيل الشكر، تمنياتي لكم، ضحكتك الحلوة هاي تعطيني طاقة. أتمنى نعمل سوية لاستفادة من تجربتكم في تطوير العراق في مجال الرياضة واستعادة الدور التاريخي في كافة الألعاب، مو فقط محصورة في لعبة محددة، وإن في كافة اللعبات البلدان المتطورة الدول المتطورة دائما تهتم بمجال الرياضة لأنه وسيلة تعريف بثقافة هذه الشعوب بتعريف بهذه الدول، وعلينا أن نعمل سوية. أنا اليوم خدمتكم موجود، سعيد عندي أصدقاء رياضيين رفعوا اسم العراق عاليا، هذا الإنجاز ما ننساه لكم. صنعت الفرحة على وجوه العراقيين في وقت كنا في مس الحاجة إلى هذه الفرحة. يجب نحول أيامنا كلها إلى تحديات وقصص نجاح مثل قصصكم. ومرة ثانية أشكركم، أشكر مجيئكم، كنت أتمنى أكون البارح بالمطار في استقبالكم، ولكن عندي كان اجتماع متأخر بالليل، فجاكم وزير الرياضة والشباب، البركة بي والبركة بيكم إن شاء الله. شكرا جزيلا.